لذلك نحن ندعو دائما إلى وقف الحرب ووقف العدائيات عموما، ولكن يبدو واضحا أن حكومة الجنوب تريد الحرب حقيقة، وبالتالي ما تم حقيقة هو احتلال، وبالتالي على الشعب السوداني أن يوحد كلمته، وعلى الحكومة أن تعمل على توحيد الجبهة الداخلية. فالدول التي تهزم عادة لا تهزم لأنها لا تملك السلاح أو لا تملك الرجال، ولكنها تكون دولة متفككة وغير متحدة داخليا. ابتداء نترحم على أرواح شهدائنا القالية.